الحمد لله، الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لتحصيل المكاسب والأجور، وجعل شغلهم بتحقيق الإيمان والعمل الصالح والاستكثار منه يرجون تجارة لن تبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والمستكثر من طاعته وتقاته. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقواه، وتعرضوا لأسباب رحمته ومغفرته، وعملوا كل سبب يوصلكم إلى رضوانه وينيلكم فضله العظيم ويقربكم من جنته ويباعدكم عن ناره. فإن رحمة الله قريب من المحسنين. وتذكروا أنكم اليوم قد دكلتم في غدكم القريب، داكلون في أيام جلية فاضلة مؤظمة، هي أعظم أيام السنة، إنها العشر الأول من شهر ذي الحجة، أحد الأشهر الأربعة الهرم، وقد نوه الله جل وعلا في كتابه العزيز بشأنها وعظمها، وأنها أيام ذكر له سبحانه، فقال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وأكبرها وأظهرها، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقد دل هذا الحديث النبوي على عظم شأن أيام العشر عند الله سبحانه، بل إن أهل العلم قد نصوا على أنها أفضل أيام السنة، وأفضل حتى من أيام العشر الأخيرة من شهر رمضان. ودل الحديث أيضا على أن التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة في الأيام العشر أحب إليه سبحانه من التقرب في سائر أيام الدنيا. ورغب الحديث أيضا في الإكثار من الأعمال الصالحة في الأيام العشر، كالحج والصلاة والصيام والصدقة وتلاوة القرآن وذكر الله واستغفاره ودعائه وغيرها من العبادات. وبين أن الأجور عليها مضاعفة وجزيلة، وصح عن التابعي مسروق بن الأجدع رحمه الله أنه سئل عن قول الله تعالى: والفجر وليالي العشر، فقال: هي عشر الأضحى أفضل أيام السنة. أيها المسلمون، احرصوا غاية الحرص على أنفسكم وأهليكم كبارا وصغارا في أن تكونوا من المكثرين في الأيام العشر من الأعمال الصالحة، ولعن بعضكم بعضا عليها ويذكره بفضلها، ولا يثبطكم الشيطان، فإنها أيام قليلة لكنها عظيمة الأجور، سريعة الرحيل، من هرم خيرها فقد هرم خيرا كثيرا. وقد كان السلف الصالح يجتهدون بالطاعات فيها كثيرا، فثبت عن القاسم بن أبي أيوب أنه قال: كان سعيد بن جبير إذا دخل الأيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى يكاد يقدر عليه. أيها المسلمون، إذا دخلت العشر الأول من شهر ذي الحجة فإن مريد الأضحية منهي عن الأخذ من شعره وأظفاره وجلده حتى يذهب أضحيته بنفسه، أو من وكل من أهل أو رفاق أو قصابين، وإن أمسك معه عن الأخذ أيضا جميع أهل بيته من صغار وكبار، فهو السنة عند أكثر الفقهاء. ويبدأ وقت النهي عن الأخذ من غروب شمس ليلة الأول يوم من أيام الشهر ذي الحجة،
وينتهي بذبح الأضحية، سواء بذاها المضحي في يوم العيد أو اليوم الأول أو الثاني من أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: إذا دكلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي لفظ آخر: من كان له ذبه يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. ومن نوى الأضحية متأكرا كمن نواها في اليوم الثامن من ذي الحجة مثلا ووقت إمساكه عن الأخذ من شعره وجلده وأظفاره يبدأ من حين حصلت له هذه النية. فإن أخذ مريد الأضحية من شعره أو أظفاره أو جلده شيئا فقد أساء وخالف السنة، ويستغفر الله ولا فدية عليه، ولا فدية عليه باتفاق أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك. عباد الله، وبهذا وأسأل الله جل وعز أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا فقها وعملا بشرعه. اللهم ارزقنا توبة نصوحا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا وعملا متقبلا وأجرا كبيرا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وسائر أهلينا، اللهم من كان منهم حيا فبارك له في أمره ورزقه وزده هدى، ومن كان منهم ميتا فتجاوز عنه واجعله في قبره منعما، وأكرمنا وإياه في الدار الآخرة بالجنة ورضوانك يا رب العالمين. والنظر إلى وجهك الكريم، اللهم من أراد بلادنا وأمننا وساكنيها واقتصادها وجندها بشر فجعل كيده في تباب، فجعل كيده في تباب وسعيه في خسار وأمره إلى بوار. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين في كل مكان، وأعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووفق الولاة ونوابهم وأمالهم إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين ونصرة التوحيد والسنة، إنك سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.